السلام عليكم ورحمة الله. طبعا احنا كدكاترة اسنان بنقابل في العيادات حالات كتير قوي بيكون عندها مشاكل صحية تانية غير مشكلة الاسنان اللي هي جاية تشتكي منها، سواء بقى مشاكل في القلب، مشاكل في الكبد، امراض في الكلى، مريض سكر، مريض ضغط، واحدة ست حامل، مريض صرع، مريض عنده مشاكل في الاعصاب. كل المشاكل دي احنا كدكاترة اسنان بنقابل المشاكل دي كتير اوي في العيادات. طيب احنا في الكورس ده ان شاء الله هنتكلم عن ايه؟ اولا هنتكلم عن كل حالة او كل مرض بالتفصيل، وهنتكلم عن المشاكل بتاعته ومشاكله بالنسبة للاسنان وخطورة علاج الاسنان مع كل حالة. لو كان في خطورة مثلا مع كل حالة ان احنا نعالجها في الوقت ده، دي واحد. الحاجة التانية هنتكلم عن how to management the medical compromised patients، والمشاكل الصحية دي نعمل management ازاي للمرضى دول مع كل مشكلة او كل مرض بالتفصيل الممل. برضو احنا كدكاترة اسنان طبعا عندنا بالنسبة لنا حتة حفظ الادوية دي يعني ممسوحة تقريبا، يعني احنا ما بنحفظش ادوية، يعني دكتور الاسنان لو حفظ ادوية يتحرق، طبعا دي حاجة مش صح. فاحنا في الكورس ده برضو ان شاء الله هنتعلم كل حالة او كل مرض او كل بيشنت من البيشنتس اللي هيجيلك العيادة عنده مشكلة صحية ما، ايه الادوية اللي تنفع معاه وايه الادوية اللي ما تنفعش، ايه الادوية اللي ينفع تكتبها له تناسب الحالة بتاعته، وايه الادوية اللي ممكن تسبب له مشاكل تانية تأثر على الحالة بتاعته بالسلب او تزيد من خطورتها. يعني مثلا ايه الانتيبيوتيك اللي تنفع تكتبه مثلا لمرض القلب وايه اللي ما تنفعش تكتبه، ايه مثلا المسكن اللي ينفع تكتبه وايه المسكن ما ينفعش تكتبه، ايه مثلا المسكن اللي ينفع تكتبه لواحده ست حامل وايه اللي ما ينفعش تكتبه، ايه مثلا المضاد الحيوي اللي ينفع تكتبه للحامل وايه اللي ما ينفعش تكتبه، ايه مثلا الانستيزيا، ايه مثلا الانستيزيا اللي ينفع تكتبها لمريض مثلا قلب او تديها لمريض قلب وايه الانستيزيا ما ينفعش ياخدها، انستيزيا مريض كبد والانستيزيا ما ينفعش ياخدها، وهكذا. عموما يعني هنتكلم عن الادويه دي اللي ينفع تتكتب للميديكال كومبرومايز بيشنتس دول، وايه الادويه اللي ممكن تاثر عليهم بالسلب وما ينفعش تتكتب للمرضى دول. هنتكلم عن الكلام ده بالتفصيل واحده واحده، وهنتكلم عن كل مرض على حده. تابعونا، الكورس ده مهم جدا لان في دكاتره كتير بيجي لها مرضى في العيادات او في عيادة الاسنان او في مستشفيات الاسنان ما بيعرفش يعمل مانجمنت للحالات دي، فبيعملها ريفير لاي دكتور تاني. طبعا ده غلط. هنتعلم في الكورس ده ان شاء الله ازاي احنا نعمل مانجمنت لكل حالة بالتفصيل. تابعونا.